بعد نجاح الخطة الأمنية في قضاء أبو الخصيب وانتهاء الشهر الفضيل بالخير والمحبة والبركات والأمان، أحب أن أقدم شكري وامتناني إلى كل الأجهزة الأمنية والخدمية الذين ساهموا في بسط الأمن والأمان وتقديم الخدمات، وبالخصوص رجالات النجدة الأكارم والشرطة المحلية والاستخبارات والأمن الوطني ورجالات أمن الحشد الأبطال والجيش بما بذلوه من جهود استثنائية في مراقبة ومتابعة الوضع الأمني في القضاء، وكذلك الدوائر الخدمية المكملة من بلدية وماء وكهرباء ومجاري من الدوائر الساندة، فكل الحب والمودة والتقدير لهم في بناء قضاء آمن مزدهر يرتقي بخدمات الأمنية والخدمية. فتحية إجلال وإكبار لهم جميعا، أسأل الله أن يمن على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان، إنه نعم المجيب.